من داخل غرفة التحكم المركزي في محطة الدلتا الجديدة، أكبر محطة معالجة للصرف الزراعي في العالم. المحطة اللي هي بتستقبل المياه اللي جاية من الصرف الزراعي من غرب الدلتا، وفي بتتحرك في نهر صناعي لمسافة 174 كيلو. وصلت المية المعكرة أو المية غير المعالجة هنا على بداية هذه المحطة. إيه اللي بيحصل؟ أنا دلوقتي في غرفة التحكم المركزي. باشمهندس قول لي إحنا فين وبنعمل إيه؟ مهندس صفت غريب، مدير تحالف الشركات الأربعة المنفذة للمشروع. متيت ورأسكم مولي العرب حسن علام. دي محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب في اليوم. في اليوم المياه دي اصلا جايه عباره عن الدلتا القديمه ليها صرف زراعي حوالي 6 مليون. دي كانت بتلوث البيئه وتترمي بعد كده في بحيره مريوط، بتاثر على الثروه السمكيه والبيئه وكل ده. تم نقل هذه المياه الى جانب حوالي مليون متر مكعب من بحيره ناصر، كل ده بحوالي 12 محطه رفع لحد المحطه هنا. وطول المسافه دي كلها النهر الصناعي ده اللي تم انشاؤه في وقت وجيز جدا، فاحنا بنتكلم في مشروع هنا في سنتين. سنتين بالظبط. هو كان مخطط ليه كده بالظبط. بدأ الحلم عندنا في 4/2021 بالظبط 6/2023 احنا كنا خلاص نفذنا وشغلنا. المسافه دي تقريبا 174 كيلو. المايه دي جايه بالظبط جزء منها مغطى وجزء منها مكشوف زي ما انا فهمت. تمام يا فندم. المايه دي جايه المحطه هنا 7.5 ملم مكعب، بتم الاجراء معاها ان انا ابتدي اصنفها او اوزعها على ثلاث محاور رئيسيه او ثلاث خطوط متماثله الوحدات، كل خط فيهم 2.5 مليون متر مكعب. كل ده على اساس ان انا بعد كده يبقى عندي كل موبابيليتي ان انا اقدر اتعامل في فلوهات الميه من الى. حضرتك عارف ان الزراعه الفلوهات فيها مختلفه طبقا للموسم الزراعي كده، فبالتالي المحطه هنا مقسمه لثلاث خطوط رئيسيه وكل خط مقسم لاربع خطوط داخليه كلهم متماثلين الوحدات المعالجه. اقل من 625 الف متر مكعب يوم اب تو 7.5 مليون متر مكعب يوم في اليوم الواحد. في اليوم الواحد يا فندم. قول لي حضرتك ممكن، يعني انا شايف قدامي كده شاشه وفيها تفاصيل دقيقه كتير جدا، وشايف ان الموضوع كله مميكن، وشايف نسبه التكنولوجيا عاليه جدا في المشروع. وغير الملاحظه، انا عندي ملاحظتين هنا في المحطه الحقيقه. انا رحت كل المشروعات في مصر، انجاز ان يقاس درجه الحب لو تعرف نقيسها، يعني كل الناس حابه المشروع، كل الناس عندها روح عاليه جدا. لو نقدر نقيس التفاؤل والامل والفرحه، انا النهارده في حاله انبهار حقيقي من اول العمال المشرفين المهندسين لحضراتكم القيادات الكبرى في المشروع. انا شايف كل الناس مؤمنه بالمشروع وفرحانه بيه وفخوره بيه. يعني شايف عين حضرتك بتلمع وفرحان ان اكبر مشروع في العالم ليه كذا عشان يعمل كذا. طبعا الشاب صغير عنده 25 سنه مهندس بيقول لي انت ما شفتش لسه المساحه دي اللي حوالينا الصفره دي هتخضر امتى، احنا فرحانين قد ايه. قول لي بقى ايه القصه اللي عشان بمناسبه الفرح للعماله اللي موجوده. احنا وصلنا ل 6000 عامل هنا في المحطه. ماشي، كنا اقامه كامله، اعاشه كامله هنا في المحطه. 6000 حدوته وقصه. لان كل واحد بقصه، كل واحد بقصه. ووفرنا كل سبل الاعاشه لهذه المجموعه. بنتكلم في سنتين من العمل الشاق، بنتكلم في اكبر محطه معالجه مياه صرف زراعي في العالم كله، حصل على اربع جوائز جينيس ريكورد كاكبر محطه وكاكبر مساحه وكاكبر محطه تم فيها عزل ايبوكسي، كاكبر محطه نزع سلاج من الميه. فاحنا بنتكلم على انجاز. انا فعلا ده انتوا عاملين تقريبا ثلث مليون متر مكعب خرسانه يا فندم. ده احنا بنتكلم داخلين قربتوا على مليون حفر. حفر 800,000. بنتكلم في خرسانه 330، بنتكلم في رد حوالي 366,000، بنتكلم في حجم اعمال يفوق اي اعمال تمت في العالم كله. احنا بنتكلم في المحطه الاكبر. كلمه الفخر دي حاجه يعتبر كده في كل فرد جه هنا اشتغل ساعه زمن ومشي بيحط في السي في بتاعه في التاريخ بتاعه ان اشتغل في محطه الدلتا. باشمهندس صفتي، انا برضه لاحظت حاجه ثانيه برضه، انه بسال الشباب دايما، اساله له انت شغال فين قبل كده وانت منين يعني. فلقيت ان فيه كل محافظات مصر موجوده هنا، ده رقم واحد. رقم اثنين انه في ناس كتير جدا كانت شغالين في المحسمه وفي بحر البقر، فبالتالي احنا في تراكم خبرات ونقل خبرات. وكمان الجديد انه اربع شركات المفروض متنافسه
لا ده كله على قلب رجل واحد. دي ملاحظات لاحظتها هنا في المحطه. حصل يا فندم، حصل يا فندم. احنا بنتكلم في 4 شركات هم الاكبر دلوقتي، اكبر تحالف في الشرق الاوسط، وخدوا البيك فايف في الفتره الاخيره كاكبر تحالف. بنتكلم في حجم عماله زي ما حضرتك حوالي 6000، بنتكلم في حوالي عدد ساعات عمل المباشره كانت 34 مليون 34 مليون ساعة عمل. عشان انجز هذا الكلام الموضوع في السنتين اللي تموا، بنتكلم ان كل فئات الشعب كانت موجوده، من مهندسين لفنيين لمشرفين لعمال، كل الفئات كانت موجوده. كان في هنا الطبيب، وكان في هنا المهندس، كان في هنا الكيميائي، كان في مجتمع المساح. هنا مجتمع متكامل عشنا مع بعض سنين كتير قوي. وصلنا لمرحله ان احنا يعني انجزنا المشروع في زمن قياسي ما حصلش قبل كده اصلا، انك تنجز مشروع بالحجم ده ما حصلش قبل كده. استاذ صالح قول لي بقى. اتفضل يا فندم. احنا جينا دلوقتي عندنا 7.5 مليون متر مكعب. 7.5 مليون متر مكعب دول قسمناهم لحوالي 3 خطوط متماسكه، كل خط 2.5 مليون متر مكعب. كل خط ال 2.5 دول بيتكون من، نيجي اول منطقه بتيجي عندي منطقه ايه الروتر صمب، او اللي هو بنسميه المأخذ او الرافع بتاعي. ده بداية دخول المايه قبل النهر الصناعي زي الفل. اول ما تيجي داخله المايه في مصافي ميكانيكيه، دي بتحجب الحاجات اللي هي الكبيره، المخلفات الكبيره اللي جاي على مسار النهر كله زي تمام. الفل. نيجي بعد كده باخد المايه دي بخمس طرمبات رفع، منها 4 ديوتي ماشي، واحده الساند باي، كل واحده الطاقه بتاعتها 28000 متر مكعب ساعه في الساعة. بتنقل المايه عندي، بترفعها لفين؟ بترفعها للسيتلنج شمر او غرفه التوزيع الرئيسيه في المشروع. ماشي. دي بالنسبه ده كل ستريم، يعني ده ستريم اول، ستريم ثاني. ثلاث خطوط. يعني برضه عشان المشاهد الكريم، عندي 3 خطوط متوازيه، والخطوط مش متتاليه، متوازيه، كلهم ماشيين مع بعض بنفس الكفاءه، بنفس المعدات، بنفس الكميات. 2.5 مليون متر مكعب مياه، 2.5 مليون الاجمالي يبقى 7.5 مليون. خليني امشي مع الباشمهندس صفي ونشوف انه مدخل الميه اللي جاي من النهر الصناعي، وليكن النهر الصناعي هنا، دخل على اول تنقيه للمخلفات، ثم دخل على بدايه الفلتره. تمام. دخلنا بعد كده نقلنا المايه للسيتلنج اللي فيها بيتم حقن الكلور عشان اعمل ديسنفكشن للميه او اقتل الميكروبات اللي موجوده في المايه. ده اول حقن عندي موجود في الوحده. بعد كده بقسم لاربعه فلاش ميكسر او القلاب السريع. ده القلاب السريع بيتم فيه حقن الشبه اللي هي الماده اللي بتجمع اي سسبند، اي حاجات عالقه في المايه. هنا الموجود عندي 4 موجود في كل وحده من الفلاش ميكسر او القلاب السريع. بروح بعد الحقن بروح للمغلظ اللي هو الفلوكيليتور. ده عندي 20 حوض في كل ستريم، ال 20 حوض كل حوض فيه حوالي 5 ميكسر مختلفين الاتجاهات عشان يعملوا عمليه تنميه للسسبندد او الحاجات العالقه دي، ان حجمها يكبر فتبقى سرعه ترصيبها اعلى. أيوة. فنقدر نرصبها باسرع وقت. يبقى عندي سريع وبطيء. سريع اللي يعمل لك بروبر ميكسنج او خلط قوي جدا، ونيجي للبطيء عشان ينمي الفلوكيولا دي بحيث انها تكبر بشكل تقدر تترصب بسرعه. تمام. خلاص كده رحنا منها للاميلا تيوب سيتلر، وده كلاريفاير او مرصب لاميلا. ده مميز بالكفاءه العاليه جدا بتاعته في الترصيب او في سرعه الترصيب، بيديني مساحه اقل وده ديزايند على كده، ويديني جوده اعلى في الترصيب. قدرت انا كده اتخلص من كل السسبندد او الحاجات العالقه في الميه، رصبتها تحت وطلعت عندي ميه ايه معالجه رايقه فوق. يبقى العقاره والمخلفات وكده كده انا نزلت كله تحت. تمام. خلاص كده جيت خدت الميه مروقه ورحت بيها فين؟ للديسك فلتر او المرشح الكرسي. مرشح الكرسي ده فيه براءة اختراع ان هو حجم اقل. ده بتاعنا احنا؟ بتاع المحطة. براءة اختراع عندنا؟ لا براءة اختراع المنتج نفسه. احنا كل الاكويبمنت اللي عندنا اكويبمنت العالمية اللي هي اعلى حاجة موجودة في العالم. ماشي. الديسك فلتر ده عندي في كل وحدة حوالي 44 ديسك فلتر. كل ديسك فلتر الفلتر كرسي؟ كرسي. ماشي. بيعمل فلترة او كفاءة ترشيح حوالي 10 مايكرون. حضرتك في محطات المايه 10 مايكرون، ده رقم عالي جدا طبعا. محطات ميه الشرب اللي موجوده، ميه شرب اللي موجوده في مصر والعالم كله، بيستعمل دايما اللي هو الميديا فلتر او الفلتر الرملي او المرشح الرملي. ده كفاءه الفلتره بتاعته 20 مايكرون 30 مايكرون، هنا 10 مايكرون. اوكي. الفلو بتاع الواحد او المعدل السريان في الواحد حوالي 2700 متر مكعب ساعه، فباخد كواليتي عاليه جدا في الترشيح، ان انا مطمن تماما ان الكواليتي بتاعه المايه على اعلى جوده.